كيف ترون المشهد السوداني اليوم؟ قبل ما نبدأ ونشوف المشهد اليوم، نترحم على كل شهداء الثورة السودانية، ونتمنى إنه يعني بكرة يكون أفضل. يعني نحشم الآن في باكر، عشان باكر يكون السودان على أفضل حال، ويكون السودان يرجع لمصاف الدول المتقدمة زي ما كان وزي ما بنتمنى. شكرا لك كثير. السودان كما تعلمون كان محكوم بحكم عسكري إخواني لمدة 30 عام. يعني هذه الفترة يمكن معظم الشباب نما وترعرع في هذه الفترة، وكانت فترة بقيضة في حياة السودانيين، فقد ضاغ فيها الشعب السوداني الأمرين، تسلط الحكم، تسلط الحزب الواحد، الدكتاتورية بكل أنواعها، القتل كل أنواع القتل، كل أنواع التعذيب، الاغتصاب، السحل، بيع كثير جدا من أجزاء السودان، انفصال الجنوب، كل الأشياء. يعني إحنا عانينا الأمرين في الحكم السابق. فقامت في 2018 ديسمبر أعظم ثورة يمكن في تاريخ السودان. يعني كنا نتمنى إنها تكون هي ثورة التغيير الكامل، وقام شباب المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين مع التنظيمات السياسية بتوقيع ميثاق الحرية والتغيير، وكنا ننظر إلى هذا الميثاق نظرة مستقبلية، بأنه هو هذا الميثاق من يقودنا إلى دولة المؤسسات التي نرتجي، التي نتمنى. ولكن للأسف اختلط الأمر، فقد تعودنا منذ الاستغلال على تقول العساكر في الحكم السوداني. يعني تكاد فترة الديمقراطية من 1996 إلى 56 إلى الآن تعتبر 6 أو 9 أو 8 سنوات، هي مجملة طوال هذه الفترات هي حكم عسكري، وهو الذي لا نرضاه الآن، نريد أن نكون مثل بقية الأمم. لذلك قمنا بتلك الثورة، ولكن تقول العسكر عليها فاختطفت من بين أيدينا، يمكن لأخطاء منا ولتشبث العسكر بهذه الثورة. الآن المشهد السياسي في السودان هو، أنا لا أريد أن أقول أسود، ولكني أقول أنه رمادي أو أغبش. يعني هي قراءة بتاعت أنه المشهد السياسي الآن، القتل، العساكر يفعلون كل ما هو متاح وغير متاح، يفعلون كل ما يخطر برؤوسهم، لا أريد أن أقول الفارغة، لكن هي صفة معروفة عنهم، لإذلال الشعب السوداني. ولكن الشعب السوداني بشبابه لن يركع لغير الله، لن نركع لهؤلاء العسكر، وسنظل نقاوم إلى أن نسترد الدولة السودانية التي نتمنى. نعم، ما تقييمكم لتعامل السلطات السودانية مع الاحتجاجات التي تخرج من وقت إلى آخر؟ الاحتجاجات هو فعل ديمقراطي اتكلمت عنه الوثيقة الدستورية، حرية التظاهر، حرية المواكب. كل الدول المتقدمة أو حتى غير المتقدمة تتيح مسألة الاعتراض، مسألة التظاهر، خاصة وأن قد عرفنا بالتظاهر السلمي، لم نكن في يوم من الأيام نحمل أسلحة أو نحمل حتى حجارة، ولكن العسكر يخشى على مقاعده، مقاعد السيادة. العسكر متمثل في يمكن اللجنة الأمنية لحكومة البشير السابقة، اللي هي بتتمثل في البرهان وياسر العطا وكباشي وبقية زمرته، وكذلك في الدعم السريع أو في الجنجويد كما يسمونه السودانيين، أو هي صفتهم، أو غد اسم الدلع أو اسم الدلال لهم، هو الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهي جيوش فيها جيش سوداني وفيها غير السودانيين. يعني كل الدنيا تعرف بأن هذه الجنود غير سودانية،
وهي جنود مرتزقة تسيطر الآن على السلطة، إضافة لجيوش الحركات المسلحة يعني التي كانت على وفاق يمكن مع الحرية والتغيير، أو كانت جزء من الحرية والتغيير متمثلة في مناوي وجبريل ويمكن مالك عقار وغيره من الجيوش الجديدة أو الحركات الجديدة التي لا نعرف من أين أتت، أمثال تمازج وغيرها 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 كثر. كل هذه الجيوش الآن متواجدة بالخرطوم، كأن أرض المعركة هي الخرطوم، كأنما خلقت الجيوش لتكون موجودة بالخرطوم، مع علم الدنيا كلها بأنه هذه الجيوش يفترض أن تكون موجودة بسكناتها، مفترض أنها تدافع عن السودان وعن حدود السودان وعن ثقور السودان، وعن هذا هو دور الجيش. دور الجيش ليس الحكم وليس كراسي السلطة، دور الجيش ليس إدارة الاغتصاب كما هو الآن. يعني الآن العساكر في السودان يسيطرون على ما نسبته 82% من اقتصاد السودان، ويشاركون المكانة يمكن الحكومة في عهد حمدوك الدكتور حمدوك كانوا يشاركون في هذه ال 18 بأن تدفع منها المرتبات الجيوش، مساكن الجيوش، كل هذه الأشياء، يسيطرون على النسبة الأعلى ويشاركون في هذا البسيط القليل الذي لا يشفي شيء. هذه هي مصيبة السودان الآن. العسكر يسيطرون على ذلك خوفا على مقاعدهم، ولأنهم أساسا مطالبين دوليا، إذا فارقوا هذا الكرسي سيجدوا أن رقابهم على مغسلة المحكمة الجنائية، لذلك يقتلون من أجل أنفسهم، يسحقون ويغتصبون ويسرقون وينهبون ويفعلون كل هذا من أجل الحفاظ على هذا الكرسي اللعين الذي ينجيه شر المطالبات الدولية، شر المحكمة الجنائية، والتي سيصلونها حتما ونسلمهم لها بأيدينا إن شاء الله. البعض قد يقول يا فندم أنكم كنتم تقبلون بكل تلك الممارسات وبكل تلك العيوب إبان شراكتكم مع المكون العسكري خلال الثلاثة أعوام الماضية. بداية لنحكي عن لماذا هذه الشراكة، لماذا هذه الشراكة، شراكة المدنيين مع العسكر. الوثيقة الدستورية لما عملت نصت على هذه الشراكة، ولكن بنسب وليست بما ما يحدث الآن. تعودنا في السودان بأن كل الفترات الديمقراطية السابقة كان الحل دائما يأتي من أيدي العسكر، اللي هو كان يمكن عبود سلم إلى المدنيين بسلام خالص. أتينا إلى الفترة بتاعت انتفاضة نميري، برضو الشعب يستلم منه، الشعب يستلم بواسطة سوار الذهب اللي برضو جو بسلمية سلم السلطة للمدنيين. والآن عندما اشتد الصراع وكنا نعتصم بمباني الجيش أو بمبنى وزارة الدفاع اللي هي القيادة العامة السودانية، كنا الوقت ذاك نعمل على إسقاط عمر البشير، كان كل السودان هناك تجمع هناك بكثافة يعني. فأتى الحل يمكن بانحياز الجيش للسلطة كما يحدث، انحياز الجيش للشعب كما يحدث دائما. وقد انحاز بداية عوض اللي هو معروف عن أنه إسلامي، فرفض من الشارع بشكل كامل أنه لن يكون التقهير من هؤلاء لأنفسهم، يعني لن نجير هذه المظاهرات وهذا كل الذي عملناه لهم مرة أخرى. فأتى البرهان، ويمكن وقتها ما كان معروف توجهه السياسي شنو، أو كما قدم بأنه هو شخص لا انتماء له، كويس، قبلنا به على مضض وعلى أن المشاركة بتاعتهم هي مشاركة تشريفية في مجلس السيادة، مشاركة تشريفية ليس غير، بنص الوثيقة الدستورية، رغم أن الوثيقة الدستورية نفسها في عيوب، ولكن يعني بعد حكم 30 سنة ليس مكملين لناتي بشيء كالقرآن، يعني لازم يكون في نواقص في الوثيقة الدستورية. فالوثيقة الدستورية أدتهم بعض الحقوق وليست كل الحقوق أو كل هذا التمدد. الوثيقة الدستورية رأت أن يكون بمجلس السيادة
5 عسكريين اللي هم اللجنة الأمنية لعمر البشير، إضافة لستة أو 5 مدنيين إضافة لشخص يختاره الجانبين، وكان الاختيار وقع على واحدة من المسيحيين. كويس، وكنا سعيدين جدا بهذه الشراكة على شكلها، هذا الشكل الذي رأيناه، على أن لنا مجلس الوزراء ولنا التعيين حتى وزير الدفاع ووزير الداخلية، كان مفترض إنه ديل يتبعون بشكل أساسي لمجلس الوزراء، وبالتالي مجلس السيادة كل الذي عليه أن يفعله هو أن يكون مجلس تشريفي ليس غير، مجلس تشريفي عليه أن يعين سفير أو يودع سفير، يستقبل زائر أو يودع زائر، ولكن ليس له أي اختصاص بالسلطة التنفيذية المفترضة، وليس له أي اختصاص بالسلطة التشريعية الأساسة ما حصلت يعني. كويس، ففي ذلك الزمن استبشرنا خير وافترضنا. إحنا كنا يمكن بنرى أنه 4 سنوات كانت مناسبة جدا للانتقال بالفترة الانتقالية اللي ممكن بعد ذلك تبنى فيها كل المؤسسات المفترضة، ثم بعد ذلك نأتي لدولة المؤسسات عبر المؤتمر الدستوري. ارتأينا هذا، ولكن تشبث العسكر بالسلطة وتغيير الحال، نجد أن البرهان يريد أن يسيطر على كل شيء بجيوشه، الاقتصاد، الجيش، الشرطة، الشارع، التنفيذية نفسها، حتى عملية السلام. الجيش وجدنا أن الجيش يفعل كل هذا، وأن المدنيين في موقف الضعيف للأسف يعني. المدنيين وقتها ما كانوا قادرين يعملوا شيء تجاه هذا التسلط. للأسف الشديد إحنا نقول ونحترف يعني بأن المدنيين انشغلوا بأشياء أخرى وليست بالدولة حينها، وأكون صادقة جدا وأقول إنه المدنيين انشغلوا بالمناصب والمحاصصات والتعيينات والحكومة، ونسوا أن هنالك جيش أو أن هنالك عسكريين، ولا أعني كل الجيش، وعندما أتحدث أنا أعرف تماما بأن بالجيش شرفاء نرتهن لهم بكل شيء، نعرف هذا، ولكن أنا لما أتحدث بمفردة الجيش أعني بالضبط لجنة البشير الأمنية وما وأزيالها من دعم سريع ومن حركات مسلحة. بس فهذا ما حدث يعني، عندما شاركنا الجيش شاركنا وبهذا الفهم. لماذا لم تعلنوا هذا الموقف وتلك التصريحات إلا بعد نهاية شهر تشرين الأول 2021؟ يمكن ده بعد تقصد بعد الانقلاب العسكري يعني؟ نعم. طيب، إحنا طوال الفترات أو طوال 3 سنوات الماضية للأسف الأحزاب السودانية، في الأول أكد أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب، هذا يعني هذا معروف لدى كل الدنيا، ولكن يعني بعض يمكن بعد الأحزاب عن ممارسة العمل السياسي في فترة طويلة جدا اللي هي 30 سنة، يعني ليست بالزمن القليل ليأتي إليك حزب كامل الأشياء يعني. فأحزابنا بها يمكن بعض النواقص اللي هي لما جاءت لم تكن مستعدة تماما لاستلام هذه السلطة. كويس، بدليل أنه عبد الله حمدوك لما استلم السلطة بقول إنه الحرية والتغيير ما أدته برنامج. يمكن كان البداية لما أتوا بالحرية الحرية والتغيير أتت بعبد الله حمدوك وهي كانت حاضنة له، افتكرت أن عبد الله حمدوك عليه أن يأتي ببرنامج كامل لإدارة الدولة، وكان من ضمن شروط الوثيقة الدستورية أنه المفترض أنه هذه الفترة بتاعت 3 سنوات دي تكون فقط لحكم لكفاءات للتكنوقراط لمجموعات يختارها عبد الله حمدوك، ولكن للأسف يمكن في الفترة الأولى فقط وكان متخبط يعني. يعني أنا أعلم، يمكن أنا كان عند رأي صريح جدا بأنه الثورة يجب أن يقودها ثوارها. كويس، يعني لما تأتي برجل
أو بشخص بعيد عن إحساس الثورة، بعيد عن أي شيء يكون بمنظمات، يكون هو أي سوداني، هو سوداني مكتمل. ولكن السوداني الثوري بيختلف عن السوداني العادي، وليس شرطاً أن يكون كل السودانيين ثوريين يعني. فالحكومة جات يعني ما كان يمكن ب ما أعرف المفردة، ما كان يعني ما كانت حكومة مقاتلة. أنا أحب الحكومات المقاتلة. أنت أتيت من حكم 30 سنة، أتيت بعد مجازفات شديدة جدا، يبقى يفترض إنه تكون في حكومة مقاتلة تقدر تعمل على تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية، تنفيذ ما يمكن من إعادة السلطات كثيرة جدا، سلطة الانتخابات والسلطة القضائية، المحكمة الدستورية، السلام، كل هذه الأشياء هي للسلطة التنفيذية. ولكن للأسف السلطة التنفيذية ما كان قادرة تعمل أي حاجة، بل بالعكس يعني عبد الله حمدوك هو رجل اقتصادي، وعندما جاء المؤتمر الاقتصادي كنا نستبشر خيرا. فإذا عبد الله حمدوك يعطي قيادة أو رئاسة اللجنة الاقتصادية لحميدتي، فأنا كنت أستغرب وأندهش، رجل اقتصادي، والسودان معروف بالمتعلمين وبالاقتصاديين الموجودين بي يعني. فكنت اندهش كيف لرجل أمي أن يسيطر على الاقتصاد في البلد، والاقتصاد هو عصب الحياة بالنسبة لكل دولة يعني. فيمكن هذه من الأخطاء اللي كانت محسوسة ومعروفة، ولكن المحاصصات أبعدت كثير جدا من يعني، يمكن أنا للأسف يعني أنا أقول الكلام ده ويمكن أول مرة أقوله، إن المحاصصات أبعدت كثير جدا من الثوريين اللي كان قلبهم على البلد. يعني أنت في الحزب الفلاني تأتي بمجموعات كثيرة جدا من أهلك وأصحابك والحاشية بتحتك اللي تظل فيه في هذا، ونسيت تماما بأنه الفترة هذه محدودة بأربعة أو ثلاثة سنوات، والمفترض بعد هذه، بعد شغل عنيف جدا، أن تسلم إلى حكومة منتخبة، حكومة أو دولة المؤسسات التي كنا نرتجي. ولكن هذا ما حدث يعني. يمكن ما لم نتحدث طوال هذه الفترات خوفا على شق الصف، خوفا على ما تبقى من ماء وجه السودان. كنا يعني يوميا ننظر بأن قد يتغير شيء بكرة، وفعلا حصلت بعض التغييرات، بأن أضيف للحكومة التنفيذية بعض السياسيين، زي في مجلس الوزراء كان في خالد عمر اللي هو ملقب في السودان بخالد السلك، رئيس رئاسة مجلس الوزراء، أو المهم هو كان في مجلس الوزراء قريب جدا من حمدوك. ورأينا يمكن بعض التغييرات الطفيفة جدا، لأن رجل واحد لا يستطيع أن يغير شيء. يمكن لعبد الله حمدوك إحنا يعني ندل له بفضل كبير جدا بأنه استطاع أن يقيف سياسة السودان الخارجية بشكل كبير جدا. رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. السودان أصبح له صيت خارجي. السودان أصبح دولة محترمة خارجيا يعني، هذا له ولن ننكره ماهيين يعني. ولكن كفة الميزان لا يمكن أن تتوازن أو تعتدل من جانب واحد يعني. لما تميل ميلا كامل نحو العلاقات الخارجية عليك أن تميل ولو بعض الشيء في كفة الميزان الداخلية، فما يعني ما بتجني شيء يعني، ليس هنالك ثمرة لطالما أنت رجحت كفة على الأخرى. علاقات الخارجين في السماء، والشغل الداخلي في الحضيض، في جوع، في فقر، في مرض، في سرقات، في اللا أمن. ويمكن اللا أمن هو نفسه كان بيختلقوه منه الجيش، الشرطة، الناس المناط بهم حماية الدولة، كانوا يفتعلون المشاكل الداخلية للدولة يعني. في كان عندنا حاجة اسمها أربعة طويلة، خمسة، تسعة طويلة. تسعة طويلة دي هي كناية عن هؤلاء الذين يأتون لينهبون ويقتلون في الشوارع. لن تكون مار في أي شارع من شوارع الدولة
أو شارع الخرطوم إلا وأنت خايف من أن يأتي إليك أحدهم بموتر ليختطف الشنطة أو ليقتل أو ليضرب أو ليسحل أو ليغتصب أو لأي شيء. من كان المسؤول عن المحاصصة التي ساهمت في إفشال الثورة السودانية؟ هي ما أقدر أسمي شخص واحد بعينه إنه هو اللي كان مسؤول عن المحاصصة في الثورة السودانية، ولكن يمكن تكاد تكون كل التنظيمات السياسية، كل التنظيمات السياسية اللي شاركت في الدولة حينها، ودي كان كثيرة جدا، التهت بالمحاصصات داخلها، يعني فمشاكل على الوزارات، مشاكل على كراسي اللي السلطة، يعني يمكن إلى أن حصل الانقلاب الأخير ما كان قادرين نكون مجلس تشريعي. ليه؟ لأنه كل شخص بيقول إنه عدد المقاعد بتاعته قليلة، وبعضهم يقول بأنه لا زال لم ينتخب من قواعده المقاعد المجلس التشريعي، والنسوا أو تناسوا بأن المجلس التشريعي هو الجهة الأقوى في السلطة، هو الجهة الممكن تحاسب، هو الجهة الممكن بعد ذلك تعمل لهم أو عبرها ممكن تدعم المحكمة الدستورية اللي وقفت محاكمات كثيرة جدا. يعني كل المحاكمات اللي تمت لم ينفذ فيها شيء لرجوعه للمحكمة الدستورية، يعني كل شيء كان بطيء. البعض كان يرى أن المشهد السياسي في السودان كان دائما وأبدا يتم اختزاله في المكون العسكري وفي قوى إعلان الحرية والتغيير، وكان يتم إقصاء باقي المكونات السودانية، فهل بالفعل كنتم تمارسون إقصاء واستفراد بالمشهد السوداني؟ كنتم تمارسون أقف فيها كثيرا، لأنه نحن من نحن، يعني إحنا أنتم إذا المكون كنتم المدني، أنتم المكون المدني. المكون المدني، المكون المدني نفسه انقسم على نفسه، يعني أنا كنت أنتمي إلى تجمع المهنيين السودانيين كويس، ولا زلت أقف في هذا الجانب يعني. لكن تجمع المهنيين السودانيين نفسه دخلت به آلة الانقسامات وأصبح اثنين، يعني تجمع المهنيين السودانيين المنتخب وتجمع السوداني، تجمع المهنيين السودانيين كان المنتخب، فأصبح اثنين، فبالتالي ضاع القرار في النص، كل يرى في نفسه أنه هو الأصل يعني. فده الشيء اللي انتبه له. أنا بعد ذاك في الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية هي نفسها لما دخلت وسجلت داخل الحرية والتغيير، أحزاب دخلت كيانات، كيان نداء السودان، كيان قوة التغيير. أنا كما حكيت لك بأن التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير لم يكن توقيع فردي حزبي، التوقيع كان عبارة عن كيانات. ففي بعض الكيانات حصلت إشكالات داخلية في كياناتهم، يعني مثلا في كيان نداء السودان الحركات المسلحة كلها طلعت عشان ما تقوم تشكل شغل تاني، يعني عايزة شغل تاني وعايزة مناصب تانية وعاوزة فهم غير. يعني الحركات المسلحة حينما طلعت من نداء السودان ما أعتقد بأنه كان للحرية والتغيير بأن تمشي وترجع وترجع الحركات المسلحة للكيان، هو الكيان نفسه اللي بدوره المفترض إنه رجع هذه الحركات أو رجع غيرها. كذلك في نفس نداء السودان هذا في حزب الأمة، حزب الأمة يعني عودنا على، أنا عفوا للصراحة لكن لأول مرة أنا حزب، أنا عايز أقول يعني كويس، حزب الأمة كما يقول أهلنا بالسودان عصا مرفوعة وعصا راكدة، يعني مرة مع الحكومة ومرة يريد أن يكون مع المعارضة، ومرة يريد محاصصات أكثر، ومرة يريد كراسي أكثر من الآخرين بحكم أنه في آخر الانتخابات هو كان المسيطر قبل 30 سنة وهكذا كويس. نأتي لقوة التغيير مثلا، دي كانت بتتكون من حزب البحث والحزب الشيوعي ومعهم بعض الأحزاب الصغيرة. الحزب الشيوعي خرج عن هذا الكيان باعتبار أنه له بعض الملاحظات يعني على شكل الشغل، ويعتقد بأن أي شخص يمكن أن يأتي ليدير هذا الكيان إلا أفراده وأصحابه. لذلك أنا أستغرب لما أسمع بأن
بعض الأحزاب الحاكمة أخرجت الأحزاب غير الحاكمة، كويس، هي كيانات. لما يخرج حزب من الكيان بالتالي بيقوم بيخرج نفسه من الدولة، فالدولة ما بتمشي بترجعه باعتبار أنه إحنا عايزين مجموعة ناس من كيان الفلاني، الكيان الفلاني موجود. إذا خرج شخص لا علينا أن نرجعه، على كيانه أن يرجعه أو أن يعاقبه أو أن يدخله أو أن يحرقه، ليس لنا فيه يعني. فلذلك اللي خرجوا من الوثيقة أو من ميثاق الحرية والتقرير أخذوا جانب ثاني وأخذوا يتحدثون عن المحاصصات وغيره وغيره وغيره. أنا هذا أشهد به للتاريخ، لم يكن هنالك حزب بعينه قد وقع على الوثيقة الدستورية، كل الذين وقعوا كيانات. وعندما تخرج من كيانك، كيانك هو الذي يأتي بغيرك أو يأتي بك أو لا يأتي، لا أحد يسأله عن هذا. فالذي يريد أن يخدم يعني عليه أن يخدم من أي موقع في السودان، ليس ضروري أن تكون رئيس وزراء أو وزير لكي تخدم بلدك. هي فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ليس قير، كان يمكن للجميع أن يتجاوز هذه ال3 سنوات بدون الأزل اللي بيحصل الآن، يعني الذي تسبب فيه الجميع بلا استثناء. وبالتالي يا فندم أنتم تؤكدون أن بعض الجهات والمكونات لقوى إعلان الحرية والتغيير والمكون المدني بشكل عام بالفعل كانوا يمارسون الإقصاء والإبعاد واحتكار الفعل السياسي والوطني لصالحهم. كان في، ولكن لم يكن لأحزاب بعينها ولا لكيانات بعينها، إنهم كانوا كما قلت كما الشخص الذي يأتي لينخر عينه أو ليقد عينه بأصبعه، يعني هذا ما كان يحدث، وللأسف هذه العين هي عين السودان. يعني البعض يتهمكم في كمكون مدني أنكم كنتم تقمعون الاحتجاجات وترفضون وصول المتظاهرين للقصر الرئاسي على سبيل المثال إبان وجودكم أو إبان شراكتكم مع المكون العسكري، إلى أي مدى تتفقون مع هذا الأمر؟ أنا ضد كلمة أنتم، لأنه أنا يعني أكاد أكون منذ وقت لازلت وقت إنه بعد إزالة البشير أو الثورة كانت قبل البشير وبعد البشير أخذت اتجاهين. أنا أعتبر نفسي الآن من الشارع، لا أعتبر نفسي من الحرية والتقرير على أي حال. ويمكن حصل لي أنا في نفسي هذا الإبعاد يعني، كويس، وبعدت من الحرية والتقرير ولم أصرح يمكن إلا الآن، لأنه كنا نحافظ على وحدة الصف، كنا نحافظ على ألا يحصل خرق لهذا الصف من جانبنا. ليس وحدي، كثير جدا من تجمع المهنيين، كثير جدا من السياسيين اللي قادوا الثورة، كثير جدا من قواد الثورة الآن يقفون على الصف وينظرون يعني أو يهترون بنار ما يحدث في السودان الآن، كويس. كنا نرى أن الشارع يطلع في مظاهرات سلمية كما عهدنا، ويقوم العسكر بضربهم. يعني المظاهرة، أنا أفترض أنه أي مظاهرة على الحكومة، أي حكومة أن 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 تحمي هذه المظاهرة، لا أن تضرب أو تقمع هذه المظاهرة، فإن هذا الفعل قد تحدثنا عنه كثيرا، أنا شخصيا في صفحتي، أنا شخصيا في كل الميديا اللي كنت بطلع فيها كنت بدين هذا الذي يحدث من 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 جانب الحكومة اللي هي فيها حرية وتغيير، اللي هي فيها حاضنة سياسية لثورة قاموا بها. يعني الشارع السوداني لما يطلع ما بيطلع عن رفاهية، يعني بيطلع عن تقصير. لطالما أنت قصرت في بعض الأشياء والأشياء بيطلع عليك، المفترض أنه تطلع وتشوف ما الذي ينقصه. ده الطبيعي جدا، الما طبيعي هو أن يقمع هذا الشعب، الما طبيعي هو أن ينضرب هذا الشعب على قفاه، هو الذي أتى بك يعني. فهذا خطأ يعني، وحصل يعني لن أنكره، وحصل وكل الدنيا كان بترى يعني، وإن كان حق العسكر مختلف يعني، كان الآن ما يحدث الآن يعني في الفترة دي كان في يمكن إرجاع وصد
للمظاهرات، لكن لم نرى قتل. الآن في قتل وفي سحق وفي سحق، الآن في اغتصاب. لكن يا فندم البعض يقول خلال فترة وجود المكون المدني بالشراكة مع المكون العسكري كان هناك بعض القتلى، بل إن البعض بيقول إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال تلك الشراكة أكبر من عدد القتلى الذين سقطوا منذ الاحتجاجات التي قامت ضد بشير. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الإطلاق. فإذا أردنا أن نقوم نرى عدد القتلى الآن يمكن بعد انقلاب البرهان على 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 الدولة السودانية اللي كانت قائمة على الديمقراطية كما نسميها، 77 شخص إلى الآن، أو قرابة 77 شخص. كويس، طوال الفترة بتاعت الثلاث سنوات أو السنتين اللي فاتوا ما بتلقى هذا العدد. يعني يمكن لو جينا نحسب هذه الأعداد للعساكر، أضفنا ليها مثلاً ما حدث في دولة العسكر الأولى اللي هي الفترة بتاعت اختصار القيادة، اللي هي الفترة قبل ما الناس توقع على الوثيقة الدستورية، ودي كانت بتعتبر فترة في سيادة العسكر، كانت بتمسك اللجنة الأمنية. كويس، فدي حصل فيها موت كثير جدا، لأنه حصل فيها فض اختصام القيادة العامة، وحصل فيها بعد ذاك انقلاب. يعني يمكن انقلاب الناس ما بتذكره هسه كثير، اللي هو انقلاب البرهان واللجنة الأمنية على الحرية والتغيير، وده كان يوم 3 جون 2019. ده كان أول انقلاب للبرهان على حكومة الثورة أو على الثورة يعني، أو على الحرية والتغيير. إذ أنه في الوقت ذاك رفض الجلوس للحوار مع المكونات المدنية اللي كان مفترض، كان الوقت ذاك عاوز يقوم يستولى على السلطة لنفسه. اللي حصل إنه الشارع طلع بمليونية، أرجع هذا البرهان إلى ترابيزة الحوار يعني، أو منضدة الحوار مرة أخرى. كويس، ولكن القتل الذي يحدث الآن والقتل الذي حدث فترة القيادة العامة لم يسبقه قتل، ولن يسبقه ولن يأتي به يعني يمكن ما بعدهم من حكومات. يعني هذا العنف الذي توارثوه العسكر يعني، فقطع. إذا قلنا بأن في عهد الحرية والتغيير كان هنالك قتل وموت وسحل وسحق، وهذا يعني هذا خطأ لم نراه أو لم أسمع به. لكن على الأقل هو غض الطرف أو غض النظر عن يعني الكثير من الانتكاسات التي حدثت، خاصة أن عضو مجلس السيادة السابق محمد سليمان الفكي كان له أحد التصريحات المعروفة وقال فيها: نحن فقط الذين لنا حق التظاهر وليس لأحد غيرنا الحق في التظاهر. هو قال هذا الكلام، ولكن كان يتحدث عن من؟ كان يتحدث عن فلول النظام السابق. النظام السابق لما أتى اللي هو حزب المؤتمر الوطني اللي حكم 30 عام، عندما أتت هذه الثورة وبنص الوثيقة الدستورية حرم من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات. أن تأتي حكومة البرهان وتصرح له أو تصدق له بمسيرة محمية، هذا لن نرضاه نحن، ولا يرضاه محمد سليمان، ولا يرضاه أي شخص في الدنيا، لن يرضاه عاقل. كيف لهم أن يتظاهرون بالشوارع ويملؤون الشوارع مع ملاحظة إنه الجيش والشرطة بتحميهم، يعني تقدم لهم الموية الباردة وهم في حمايتهم، في حين إنه الشرطة والجيش وغيره بتغزف الغنابل المسيلة للدموع والدوشكا. هسه الآن الشعب السوداني تجري خلفه الدوشكات، يقتل بالدوشكا في الشوارع. لذلك محمد سليمان الفكي قال هذا القول إنه لن نرضى، كويس، وإلا نبقى في الجهل من شيء. يعني أنت حزب ممنوع من أن تمارس النشاط السياسي لما تطلع بمسيرات وتحاول تدمر وتحاول تعمل هذه الأشياء، على الحكومة أن تمنعك من ذلك، على الحكومة أن تمنعك، لأن القانون يمنعك، لأنه بنص الوثيقة الدستورية أنت ممنوع. لكن ماذا لو كان الشعب السوداني أو أغلبية الشعب السوداني كانت بشكل ما أو بآخر الآن تتعاطف وتؤيد النظام السابق، وماذا لو حدثت انتخابات وقام الشعب السوداني بانتخاب هؤلاء مرة أخرى عبر صناديق الاقتراع؟ ما موقفكم من هذا الأمر؟ يعني بداية هم هذا الحزب ممنوع زي ما ذكرت لك،
بنص القانون وبنص الوثيقة الدستورية من ممارسة العمل السياسي، فلذلك لا يحق له المشاركة في العمل السياسي إلا بعد مضي هذه الفترة دي بداية. الحاجة الثانية، الشعب السوداني الآن يتظاهر وهو جوعان ويقول مقولة إحنا بالسودان الإسلاميين يسمين عندنا الكيزان. فالشعب السوداني يخرج في كل مظاهرات، ولو تسمع يا أستاذي يقول الجوع ولا الكيزان، نريد أن نجوع أو نموت جوعا ولا أن يحكمنا قوس. كويس، اليوم كل الشعب السوداني إلا بعض القلة وبعض الفلول التي تظهر، يمكن لما يحصل موكب من مواكب مدفوعة الأجر، ورأينا هذا في شاشات التلفاز، يأتون بهم من الخلاوي ويأتون بهم لاعتصام القصر اللي هو عندنا يسمى اعتصام الموز، اعتصام القصر. وشفنا الكمية تحت الناس اللي كانت موجودة فيه وقدر كيف، يعني قلة الناس المدفوع لها أصلا اللي جاتوا كانت في تلك الخيام الفاخرة وتتآتى وتأكل الموز وما طاب من الطعام. يعني شفنا هذا ورأينا هذا، فكانوا يأتون وقت الوجبة يأكلوا، ثم كل شخص يذهب إلى عمله ويأتون مرة أخرى في وقت الوجبة. هؤلاء هم الآن ديل، هذا هو تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم الكيزان كما نسميه بالسودان. الآن هذه قلته، يعني يمكن يوم 26 كان عندهم موكب، كل العالم رأى هذا الموكب، وفي مقارنة بسيطة بس، يعني الموكب بتاعهم كان مفتوح، الكباري مفتوحة وأم درمان الخرطوم وكل الدنيا مفتوحة ليتجمع هذا الموكب، وكان الناس الذين به يعني لا يحسبون أو 200-300 نفر أو كل 500 نفر أو 500 شخص. كويس، هؤلاء للأسف كان مدفوعين الأجر. وكيف عرفنا؟ لأنه في لحظة شاشات التلفاز جابت هؤلاء وهم يتعاطون تلك الظروف، يعني كل شخص أخذ المبلغ اللي اتفقوا معه عشان ما يأتي لهذه التظاهرة. الآن أؤكد لك وبصدق أن النظام البايد أفراده لن يأتوا إلى الحكم بشكل أو بآخر، لأن الآن الشعب السوداني، والشعب السوداني الذي يعني إحنا يمكن نسبة الشباب في الشارع السوداني أو نسبة الشباب في الشعب السوداني 30% من النسبة الكاملة، 70% من النسبة الكاملة للسودان. كويس، وهذه كل هذه النسبة ترفض تماما الوجود الإخواني بالسودان، ده غير ال 30% من الناس الكبار، يعني كبار السن الذين يرفضون أصلا. الآن التنظيم الأخوان المسلمين مرفوض بشكل قاطع داخل الدولة السودانية. البعض يا فندم بيرى أن فكرة العزل السياسي اللي أنتم بتدعوا لها الآن قام البعض بمحاولة تطبيقها في بعض الدول عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، لكن تلك الفكرة بقت بالفشل الذريع. فهل تعتقدون أنكم ستنجحون في تطبيق العزل السياسي في السودان؟ العزل السياسي، ماذا تعني بالعزل السياسي؟ إقصاء مكون من مكونات المجتمع، أحد مكونات المجتمع السوداني، أيا ما كان هذا المكون، حتى لو كان الحزب السابق، النظام السابق. إحنا لنا في أنفسنا ثقة ولنا في أنفسنا تجارب. إن الشعب السوداني بطبيعته الإفريقية العربية بيختلف تماما يمكن عن كل شعوب الدنيا. فعندما يعني حصل الانقلاب الأخير، أخذ الانقلاب الأخير كمثال، الانقلاب الأخير كان بمعاونة إقليمية، كان يعني كان واضح للدنيا كلها ومعروف مين اللي ساهم فيه ومين اللي قال عملوه. كان يمكن التجارب السابقة كان بيقول لهم إنه إحنا تعالوا أقلبوا الدولة يا برهان، انقلب على هذا الشكل الديمقراطي القائم وسيتظاهر المواطنون بعض الشكل أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك ستؤول كل الدولة لكم، كما يحدث في دول الربيع العربي اللي سببتنا، يعني سواء في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في كل الدول. تظاهر هؤلاء ويحتصموا بالميادين بعض الزمن، ثم رضوا بالأمر الواقع ومشت الأمور. يعني لكن في السودان كما تلاحظ الآن 3 شهور البرهان يمكن ما كان قادر
أو لغاية الآن لا يستطيع أن يعين رئيس وزراء، لا يستطيع أن يفعل هذا، ويمكن عمل شكل غريب جدا، يعني جديد على 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 القانون الدولي. الشكل ده إنه أنت يكون عندك وكلاء وزراء وأنت رئيس مجلس سيادة أساسا غير شرعي، تأتي لتكون ترفع هؤلاء وكلاء الوزارات لأن يصير وزراء بدون رئيس وزراء، ثم بعد ذلك تبحث عن رئيس وزراء لتأتي وتعينه. طيب ماذا يفعل هذا رئيس الوزراء الذي تأتي لتعينه؟ أنت عينت حكومته في الأول، وين في كل الدنيا بيحصل أنك تجيب حكومة عينة ثم تأتي برئيس الحكومة لكي تعينه؟ هذا لن يحدث، ولن يحدث إلا في السودان، ولن يحدث إلا من البرهان، يعني بجهل سياسي كبير. يعني فده اللي بيحصل الآن. كل الذين اتصل عليهم عشان يعينهم رئيس وزراء أو يعين وزراء في هذه المقاعد، كل الناس كان بتحتذر. وأؤكد لك الآن بأن الشعب السوداني، يعني شباب الثورة السودانية، لجان المقاومة كونت نفسها وهيئت نفسها على التظاهرات، والآن يعني يمكن كانت التظاهرات في الخرطوم فقط، طلعت مدني الأبيض، ومبارح كان يعني يوم أمس كان كل السودان ينتفض، يعني فعليا كلمة السودان ينتفض، كل مدن السودان كانت في حالة انتفاضة، وليس شباب فقط، أصبح الشيب وشباب نساء ورجال وكله. أنا هذا الوضع يذكرني تماما الأيام الأخيرة في عهد عمر البشير، المخلوع عمر البشير. أتذكر أن كانت مثل هذا، ثم بعد ذلك أتت إسقاط البشير وأتت الديمقراطية التي لم ننعم بها، يعني كويس. فشعب السودان لديه، يعني عندنا مقولة بنقولها دائما، إنه الاستفزاز سيد المواقف، وعندما نستفز بأن يختل شاب من الحي، إذا كان في واحد في الحي لم يخرج هذه التظاهرة وقتل صديقه، اليوم اللي بعده بيطلع هو وبيطلع ناس بيتهم وبيطلعوا ناس الحي الجنبه، بتطلع كل الدنيا. يعني إحنا قتل واحد منا يزيدنا إصرارا على الخروج وإسقاط من قتل هذا. يمكن هذه الطبيعة يمكن مختلفة، طبيعتنا مختلفة عن طبيعة، يمكن لذلك الدم الإفريقي العربي الذي نحمله في دواخلنا. ولكن وأؤكد مرة أخرى، سنظل ويظل الشارع صاحي، وتظل لجان المقاومة صاحية، وحتى تظل أحزابنا السياسية اللي الآن أصبحت تعبت في ترتيب صفوفها وفي شكل بتاع التوحد في الفترة الجاية دي، هنشوفه إن شاء الله. سنظل إلى أن نصنع السودان الذي نريد، وسنسقط هذه الطغمة الحاكمة وبأنفسنا، لأنه رهاننا على الشارع وليس على الإقليم ولا على الدول وليس على أي شخص آخر. لماذا لم تقم الحرية والتغيير بأي مراجعات حتى الآن رغم كل هذه الأخطاء التي وقعت فيها؟ هنالك مراجعات قد ما تكون ظاهرة للناس، للأفراد، للمجتمع، للإعلام، ولكن الآن ما تقوم به الحرية والتغيير في توحيد قوة الصف، في توحيد هذا الصف، هو فعل، يعني فعل ما سيء، يعني فعل لتقدم للأمام. يعني فأنا أرى الآن أحزاب الحرية والتغيير قاموا بكمية من مبادرات، قدموا مبادرات كثيرة جدا لمعالجة الحاصل ده، وفي مجموعات كبيرة جدا يمكن اتلمت أو اتجمعت في بوتقة واحدة، ويمكن في يمكن نوعا ما الحزب الشيوعي خارج الحياة دي، ولكن هنالك محاولات ليأتي وينضم لهؤلاء. يعني لأن أعرف عن الحزب الشيوعي، يمكن هو من الأحزاب اللي بترجح كفة المصلحة الوطنية. فالآن في هذه التحركات، يمكن في زمن من الأزمان الشارع كان يرفض، أو ليان المقاومة كانت ترفض الجلوس نفسه مع هذه الأحزاب، ولكن ما حدث في مدني هو مؤشر جيد جدا، وما يحدث خارج الخرطوم يمكن مؤشر جيد جدا، لأن قوة الحرية والتغيير وقوة الشارع وقوة الثورة الآن تسير في طريق التوحد السياسي ضد هذا الكيان الحاكم.
فهذه جملة كويسة. هل يمكن القول أن حمدوك خان أو خذل الثورة السودانية؟ حمدوك لا يختلف إثنان عن أن حمدوك قدم للسودان أشياء جيدة، يعني زي ما ذكرت سابقا بأن حمدوك نشط في الجانب الخارجي وأخرج السودان عن الإرهاب وأخرجنا عن أشياء كثيرة جدا. لكن حقيقة حمدوك فشل وفشل ذريع في السياسة الداخلية للدولة، واحد. اثنين، يمكن معظم الشعب السوداني أو جل الشعب السوداني بيعيب على حمدوك عندما حصل هذا الانقلاب وأخذ حمدوك كرهينة داخل القيادة العامة. كل الشعب السوداني حتى الذين كانوا يعارضونه وقفوا إلى جانبه، إنه حمدوك خليك قوي وخليك صامت وخليك معارض، ونحن الشارع كفيل جداً بأنه نحرس ونكون ضد. لكن للأسف يعني أنا لا أعرف الظروف التي تعرض لها حمدوك حتى يأتي ليوقع اتفاق هو اسمه اتفاق معياري أو اتفاق مع هؤلاء. هذا الاتفاق معهم يمكن يعني قلل كثير جداً من شعبية حمدوك. الشارع يرى الآن بأن حمدوك قد خذلوا. ليه؟ لأنه الانقلاب كان يصارع كل الدنيا، يمكن المنظمات الدولية، كانت الدول الكبرى، الدول الجوار كلها كانت بتدين في الانقلاب اللي حصل. كل هؤلاء كان يرون بأن حبس أو الانفرادي أو الحبس الذي كان به حمدوك رئيس الدولة أو رئيس رئيس الحكومة موجود بمحتقله أو بالحبس الانفرادي اللي كان موجود فيه، كل الناس كانت ضده. ولكن لما يطلع حمدوك يوقع مع هؤلاء أحد هؤلاء بعض الشرعية اللي كانوا بيفتقدوها، ما كان ممكن يكون عندهم نوع من الشرعية اللي أسى الآن بيفتقدوها ما لم حمدوك يجي يوقع معهم. حمدوك لما جاء وقع معهم قل الضغط العالمي عليهم، قل الضغط كثير جدا جدا، وأصبح بعد أن كانوا يقولون انقلاب البرهان الآن أصبحت المفردة غير، أصبحت المفردة هي المفردة التي يذكرها البرهان كثير، إنه تحسين الوضع أو تعديل ما كان قائم، يعني هي أصبحت تحسينات أو تعديلات، وإنه هو لا زال داخل الحرية والتغيير التي هي براءة عن حمدوك وعن حميدتي وعن كل الحركات المسلحة الموجودة بما يفعلونه في الشعب السوداني الآن. بعض يقول أن قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بصدد اختيار برلمان معبر عن الثورة السودانية، فعلى أي أساس سيتم اختيار هذا البرلمان؟ كما ذكرت لك سابقاً، يمكن قوى الحرية والتغيير ابتدت تنظم صفوفها بشكل كويس جداً، ابتدت تتوحد بشكل منتظم وشكل كويس، زايد الشارع نفسه. يمكن لجان المقاومة كانت كلها في قيادة أفقية، الآن أصبح للجان المقاومة يمكن نوعا ما قيادة رأسية، يمكن أنا لا أعرف كيف شكلوها، ولكن أعرف بأن في متحدثين للجان المقاومة. لطالما هم جلسوا واختاروا متحدث ليمثل كل منطقة ومتحدث ليمثلهم، إذن بالتالي هم قادرين على أن يختاروا ناس تقدر تمثلهم في برلمان أو في غيره، كويس. لطالما قدروا هؤلاء اللجان في زي مثلا لجنة مقاومة في لجان المقاومة المدني أخرجت إعلان سياسي قوي جدا، إعلان سياسي متميز جدا، وخلوه مفتوح للناس، يعني ما أغلقوا، قالوا والله ده إعلاننا السياسي وخلاص كده ونحن خاتينه ليكم وتمشوا بيه وكلكم. لا، جابوا الإعلان السياسي بتاعهم ده ووضعوه وقالوا ده إعلان سياسي، إحنا عملناه محاولة، يلا شوفوا نضيف شنو ونحذف شنو. يا جمهور السياسة في السودان، ابقى هنا، في ناس ماشي على الطريقة الصحيحة. وأتوقع إنه الحاصل هسا بشكل الخناق أو الخنق الشديد جدا للدولة الآن، هي دي كلها مؤشرات على سقوط الدولة، وأتوقع إنه ما يظل كثير. يعني لجان المقاومة أخرجت جدول
تظاهرات شهر فبراير. أتمنى ألا يكمل هذا الجدول، أتمنى أن يحدث التقرير قبل أن يكمل هذا الجدول، ولكن لجان المقاومة لديها من الروح ولديها من الاستشعار بأنه لابد من عودة الدولة، ولو يحتصمون ولو يقومون بهذه التظاهرات وهذه المقاومة إلى 1000 سنة قادمة، وكل ما يختل منا ثائر ينبت 1000 سائر، وسنظل على هذا الديدن. تتوقعون أن ينجح الحراك الذي تقومون به في إسقاط البرهان وفريقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة أو الأيام المقبلة؟ نتوقع النجاح حتما. متى كان؟ ولكن ليس لدينا سقف في ذلك، ولكن نتوقع النجاح، والسقف مرهون برضو بالشارع السوداني، السقف مرهون بسرعة توحيد الشارع السوداني، فلا بد من الإسراع بتوحيد الشارع السوداني لتسقط هذه الطقمة. ولكن لنا تفاؤل كبير جدا، ولنا نظرة للمستقبل بعيدا عن هؤلاء العسكر، ونتوقع سقوطهم قريبا جدا. هل هناك يعني خطوات أخرى ستعلنون عنها بخلاف المقترح الخاص بتشكيل البرلمان المعبر عن الثورة السودانية؟ هو طبعا إذا أنت شكلت برلمان مؤكد أنت بتكون في طريقك لتشكيل دولة، فلطالما في برلمان الناس أعلنت عن أنها عايزة تشكله، فبالتالي هو بداية تشكيل الدولة، الناس بتشكل دولة. ثم لدينا طرق الآن في الضغط على الديمرة الحاكمة عشان تسقط يعني، وتقدر تسقطها كيف؟ إحنا من زمان عندنا شعار بنقوله إنه بسلاحنا العصيان والإضراب تسقط هذه الطقمة وينقشع البلاء، يعني كنا بنقول للظلم لا، للقهر لا، للفقر لا، للجوع لا، وبسلاحنا العصيان والإضراب تسقط هذه الفوضى وينقشع البلاء. إحنا الآن في طريقنا للعصيان وللإضراب السياسي، وده خطوة جاية يمكن، ولكن الآن الخنقة الحقيقية هي في إقلاق، يمكن الإقلاق والتتريس اللي إحنا بنعمل هسه في الشوارع، رغم أن الحكومة تصفه بالتخريب، ولكن نراه أنه هو نوع من أنواع الإضراب والعصيان، لطالما أنت قفلت الطريق أمام الناس من الذهاب إلى العمل، فهذا هو العصيان نفسه يعني. كنتم أشرتم إلى أن هناك بعض الدول الإقليمية هي التي كانت تقف خلف انقلاب البرهان، من هي تلك الدول وما أبعاد التدخلات الإقليمية في المشهد السوداني خلال الفترة الأخيرة؟ ما في شك وما في اثنين ممكن يقوموا يختلفوا عن أن دول الإقليم والدول العالم بتتدخل في شأن السوداني. الآن السودان الذي كانت تحلم إسرائيل بأن يبتسم رئيسه لها، الآن الموساد ينزل في الخرطوم ويسير بين ترهاته بشكل عادي، بشكل طبيعي كويس، ولا نتوقع بأن لا يكون لديهم توقع، لديهم دور في الذي يحدث في السودان الآن، خاصة وأنه الثوار لما يأتوا ليجمعوا فوارق الغاز المسيل للدموع والرصاص يجدوا بعضهم مصروف في إسرائيل يعني كويس. الآن السودانيين بعض الشباب بيقبضوا عملة بتدخل من مصر، يعني عملة مزيفة بتدخل من مصر. بعد قفل شريان الشمال يمكن ظهرت بلاوي، يعني إنه كل القوت بتاع الشعب السوداني الآن يرحل إلى مصر. الآن قفل هذا، إحنا ليس لنا مشكلة والله لا مع الحكومة المصرية ولا مع الشعب المصري، ولكن نحن نعرف كيف نحافظ على السودان وأشياء السودان ومنتجات السودان. قفل يمكن الطريق شريان الشمال أمام الشاحنات المصرية اللي بتشيل من السودان لتذهب إلى مصر، وأمام الشاحنات التي تأتي من مصر ببعض، فاكتشفنا أن يعني 40% من المواشي بتاعتنا بتصدر حية إلى مصر، شيء بالتهريب وشيء بالطريق المعروف. وجدنا أن قطنا عندنا يذهب إلى مصر بدون
حتى ما يحلق في المحالب بتاعتنا يعني. وجدنا أن القطن يصدر بسمسم، وجدنا أن السمسم يصدر، وجدنا أن الصنغ العربي يصدر، وجدنا أن اللحوم تتصدر وبداخلها بعض الذهب يعني، وليس إلى مصر لوحدها، في دول كثيرة جدا بتأخذ نفس الشيء. دول الجوار تتغذى من الإنتاج السوداني. لذلك نحن السودانيين سنعمل على أن تكون التجارة الحدود، تجارة الحدود بيننا وبين غيرنا، هي التجارة الحدود المعروفة دوليا، تجارة اللي بتدخل لك بالدولار يعني. وده كلام في الميديا موجود يعني، وإن كان ما عندي تأكيد عليه ولكن شايفه في الميديا كويس. التجارة بمصر والسودان هي تجارة بالعملة المحلية يعني، بيجوا المصريين بقروش سودانية بيشتروا من السوق وبرجعوا بنفس القروش بنفس البضائع السودانية، وهذا يعني لا مردود من مكاسب أو بدون مردود تجاري يعني مؤكد. ليس هذا فقط، هنالك تهريب لأريتريا، هنالك تهريب لجنوب السودان، للتشاد، لإفريقيا الوسطى، هنالك تهريب بيحصل يعني. كل إنتاجنا السوداني الآن بالخارج، ونحن يتضور شعبنا جوعا داخل الفرقون يعني. بخصوص الدول التي تقف خلف انقلاب البرهان، يعني أنتم أشرتم إلى إسرائيل والآن بتشيرون إلى مصر، ما أبعاد التدخلات التي قامت بها يعني تل أبيب والقاهرة في دعم انقلاب البرهان؟ والله لا أعرف بالضبط الذي حدث، ولكن أعرف بأن البرهان قام بزيارة إلى مصر ورجع، وليلا حدث هذا الانقلاب المشؤوم. لا أعرف بالضبط التفاصيل التي دارت، ولن يفصح عنها أحد ولن يعلمها أحد إلا المصريين والبرهان. هي كلها توقعات، وهي كلها كلام الشارع السوداني، وهي كلها استنتاجات من الذي حدث واستنتاجات للذي سيحدث وغيره كويس. ولكن البرهان الآن مسنود بشكل كبير جدا من دولة مصر يعني، وهم محترفين بكده وما قالوا لا. حميدتي مسنود تماما بدولة الإمارات. ليه؟ لأنه حميدتي هو وبإسرائيل وبروسيا، هو حميدتي بيقدم الذهب على كف للروس للإماراتيين. كل الذهب السوداني بيهرب، أنا ما بقول بيتاجروا به، بيهرب للإمارات كويس. في المنتجات السودانية اكتشفنا إنها كلها في مصر يعني، بعد إغلاق طريق شريان الشمال كويس. يبقى كل الدول الجوار ودول الإقليم عندها مصلحة في أن يظل هذا النظام الضعيف، هذا النظام العسكري العميل موجود على رأس السلطة. قيل إن المكون العسكري أو عبد الفتاح البرهان وعد يعني إسرائيل بتدشين قاعدة عسكرية لها على البحر الأحمر، هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟ سمعنا برضو بهذا، وقد سبق إسرائيل الروس إلى ذلك يعني. عندما أزلنا البشير وجدنا أن الروس كان لديهم قاعدة في منطقة كبيرة جدا هم كانوا بيعملوا على إنشاء قاعدة في تلك المنطقة في البحر الأحمر. ولا استبعد إذا الآن إسرائيل أو غير إسرائيل من أي دول، كل الدول أن تأخذ البحر الأحمر يعني. معروف إنه البحر الأحمر هو معبر رئيسي، وممكن مصالح دول كثيرة جدا ترتبط به. كذلك الإمارات يعني في زمن من الأزمان هي كانت بتسعى للبحر الأحمر. الإمارات نفسها يمكن في اتفاق، وده كان اتفاق مؤكد ومرفوع يعني، ما من خيالي أو من الميديا، كان لما المشكلة بين أثيوبيا والسودان الإمارات اتدخلت بأن تقوم تشوف الحل يعني. الحل أدت جزء من أرض الفشغة الزراعية الخصبة للسودان، وجزء ثاني تاخده أثيوبيا اللي هي الأرض السودانية بتاعتنا، وتستأثر الإمارات ببعض الأجزاء. هذا هو كان الحل عند الإمارات يعني. فأنا أستغرب يعني عندما آتي لأوزع لنتقاسم أنا وأنت هذا القلم، فعلينا أن يأتي المخرج ليقسم، يحطيني أنا بعضه وتأخذ أنت بعضه وهو يستأثر بالجزء الأكبر.
هذا هو الحل الذي قدمته الإمارات، وأنا لغاية اللحظة إلى هذه اللحظة أنا أستغرب مثل هذه الحلول الغير منصفة يعني. كويس. نفس الحاجة يمكن في بعض الدول اللي بتجي بتقدم حلول شبيهة يعني. فعشان كده إحنا السودانيين ديل بنقوم بنراهن على الشعب السوداني وبنراهن على الثورة السودانية في أنها هي اللي توصلنا إلى الحلول، وبرضه بنقوم بنراهن على شرفاء الجيش مننا، شرفاء الجيش وليست أي شخص يعني. فالحل بأيادي سودانية، وهو الذي يقودنا إلى 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 الدولة يعني، إلى الدولة المدنية التي نرتجي ونرتقي.